اهلا بيكم في حلقه جديده من وضعنا شو. قبل ما الفيديو يبتدي ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للشانل. انا بكره الكابلز، بكره العلاقات، بكره اي اتنين بيحبوا بعض، بكره نفسي، بكره اي حد بيتنفس. المهم، سبب من اسباب كرهي للكابلز هو الكونتنت كرييترز اللي محتواهم عباره ان هم مرتبطين او متجوزين. كل فتره في مصر بيطلع ترند كده ان في حد مثلا بيتجوز او ان في حد بيخطب، تلاقي بقى صور فرحهم كلها على السوشيال ميديا، فيديوهات ليهم هم بيرقصوا من الفرح. مثال علي غزلان ومراته اللي هي ميس ايجيبت دي، او احمد حسن وزينب اللي اتجوزوا بعد كده اتطلقوا بعد كده اتجوزوا بعد كده اتطلقوا، معرفش هم ايه دلوقتي بصراحه. كل ده تمام، بس المره دي بقى المختلف اللي طالع تريندنج الفتره اللي فاتت هو حسام الفوتوغرافر. لما دخلت عملت سيرش عنه لقيت ان هو طلع تريندنج 4 مرات، يعني 4 أو 3 مرات، بس كل مره طلع فيها ترند طلع مع واحده مختلفه. الموضوع ده غريب، يعني انا اصلا لما وانا بدور كده لقيت ان انا عملت عنه فيديو زمان، فلو هو تمام يعني شكرا شكرا يا مان على الماتيريال. لما كان ترند زمان كان مصاحب واحده اسمها السنجوب تقريبا، كان هو الانتيكا، فهم كانوا السنجوب والانتيكا، كانت قصه كده غريبه لها سندوتشات ماكدونالدز وسكيب بوردنج. ما كانوش بيعملوا حاجه تقريبا ساعتها غير ان هم بينزلوا قبل كونتنت كرينج، حاجات امثال مثلا ان السنجوب متضايقه مش عايز اتكلم انتيكا، فبيروح يعزمها على مطعم فبتصالحه، حاجات من هذا القبيل. فكرة ان السنين بتعدي والسنجوب دي بتتجوز شخص عادي شكله راجل محترم طبيعي، تحس ان هي بتموف اون وبتليفل اب وبتبقى ماتيور اكتر، بس تشوف الانتيكا ده تلاقيه زي ما هو، هتلاقيه لسه بيعمل كونتنت المراهقين بتاع سندوتشات البرجر. مهم ان احنا النهارده هنتفرج على الفيديوز المنتشره، بس قبل ما ابتدي عايز ادي تحذير كده. هو انا معرفش مين ده، مش بكرهه مثلا، مفيش حاجه بيني وبينه، ترند عادي طلع نتيجه ان هم بيصوروا حياتهم كلها بينزلوها على السوشيال ميديا، فاعتقد حقي ان انا اطلع اقول رايي. ممكن نبتدي بفيديوز اليوتيوب مثلا، نكتب حسام انتيكا مثلا. ايه ده، هو فيديو الفرح القديم لسه عنده على الشانل؟ هو ايه العبث ده؟ يعني مراته الجديده ومراته القديمه الاثنين موجودين عنده على التشانل ما شاء الله. طب امسحتها بالفيديو القديم، امسحها يعني، انت لو عايز الناس تتريق عليك يعني مش تعمل كده. المهم ده الفيديو اللي اتشهر وكان ترند، عنوانه اتقدمت للبيست فريند. طبعا في موفمنت كده ماشيه في مصر بتاعت اتجوزت البيست فريند. يا جماعه بعد كل السنين دي بقالنا بيست فريند 5 سنين، بقالنا بيست فريند 10 سنين وفي الاخر اتجوزنا، مالكوش غير البيست فريند يا جماعه. طبعا دي حركه منتشره في مصر مؤخرا، معرفش ليه، انا شايف ان هي حاجه غلط. في ناس بتبقى احسن ليها ان هي تفضل في خانه الصحاب بالنسبه لك، معنى ان هم كويسين جدا في خانه الصحاب دي ان هم ممكن يبقوا كويسين في خانات تانية. لا خالص، ما تخلوش السوشيال ميديا تضحك عليكم وتفهمكم ان انتوا لازم تتجوزوا صحابكم. لا عادي جدا ممكن يبقى في ولد وبنت صحاب ونقطه، مفيش حاجه بعد كده. النهارده هتقدم ليارا، فتره كبيره قوي احنا مع بعض صحاب وبقينا بيست فريندز كمان، وبنحاول نقنع نفسنا محدش عايز ياخد الستيب دي. ليه يعني ليه لازم حد ياخد الستيب دي؟ ما تفضلوا صحاب عادي يعني، دون فورس ات. دراما البيست فريندز اللي بيتجوزوا في الاخر دي مش لازم تحصل. فانا دلوقتي عامل فكره البروبوزل، انا قلت ليارا تعالي انا عايز اصورك اعمل لك شوت. البروبوزل بقى والشوت، هي دي بقى الحاجات اللي بوظت الجواز، صعبوها علينا انتوا بطريقه غريبه. بنت تقول لك انا عايزه بروبوزل، بروبوزل افتر بارتي وبري ويدنج، بري انجيجمنت بارتي وافتر انجيجمنت بارتي، وما بنخلص. وكل مناسبه من دول بيبقى ليها فوتوغرافر وميك اب ارتست وستايلست. هي نازله معانا النهارده على اساس ان احنا نعمل لها شوت عادي خالص، بس انا هعمل بروبوزل النهارده. هو ليه مكتئب؟ هو ليه حزين؟ هو ده مش منظر حد راح يتقدم، ليه حاسه عايز ينتحر؟ ما ايه ده؟ انت كويس؟ مستنيها اخدها، بعد كده هاخد تيم الفوتوغرافرز. انا معرفش ليه بس تيم الفوتوغرافي ده صعبان عليا، مش عارف ممكن اخد كام بصراحه عشان اروح اصور حادث كرنج زي ده، بس ما اعتقدش ان انا هقبل باقل من 50,000 مثلا، 100,000 عشان ابقى مستحمل يعني. احس ان 100,000 برضه مش هقبل، يعني مش هقبل ان انا امسك كاميرا وابقى واقف ورا اللي بيحصل ده. صباح الفل والله. ايه يا تحفة. حلو؟ جاهزة النهاردة؟ جاهزة. طبعا هي مش فاهمة حاجة. التيم اهو يا جدعان. والله عيال شكلها غلبان. ايه يا اخي؟ عامل ايه؟ اتفضلوا. الموديل. الموديل اتفضلوا اهي. مراتي اللي احنا هنعمل نفسنا نصورها، بس احنا ايه؟ ضاحكين عليها. العربية عطلت يا جماعة. أول ما ننزل نعمل لها فوتوشوت. طبعا هي مش عارفه ان ده فال وحش.
واضح ان دي علامه. طب ايه يعني؟ مش حاسس ان انت عايز تمشي ورا الساينز كلها ده كام دقيقه وهتشرف لها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا مش اخوات؟ انا مش اختك. ده بقى اللي استوقفني، فكره ان علاقتي بشخص مينفعش تبقى اخوات في لحظه ابقى مطالب ان انا اغيرها واخليها حاجه تانية غير الاخوات. يعني الموضوع بيبقى عايز وقت. ازاي حد يبقى مفهم واحده ان هي اخته وفجاه لا تعالي نتجوز؟ هو ايه ده، احنا مش اخوات؟ ماشي يلا نتجوز. يعني مش عارف، في حد يتجوز اخته؟ اخس. الله يا جماعه، الله، اللهم قبل من ده يا رب. جولز، انت والمنشن التالت، انت والمنشن الخامس. بس ان هم عايزين يفتوا الفكره بتاعت جوزت البيست فريند بالعافيه. نتفرج طبعا على الفرح القديم. تيجي نتفرج على الفرح القديم ونقارن بينه وبين الفرح الجديد. سنس الفيديو ده بقى الناس كلها بتشير طبعا، بتجولز، بتكابل، بتقص، احنا اهو. اللهم فحسام طبعا كالعاده ما بيرحمش ما بيعتقش. فمن بعد الفيديو ده ابتدى سيل الفيديوهات الملزقه التشيزي تنزل. قرينا الفاتحه الحمد لله، ادعوا لنا ربنا يوفقنا. وطبعا بوكيه الورد اللي بينزل في صفحات 11 11، البوكيه الورد اللي المنشن الخامس لازم يجيبه لك. 100 يوم قبل ما اعترف لها بحبي. انا قلت طب انا ممكن اقفل معلش الاغنيه عشان الكوبي رايتس. طبعا انتوا عارفين ان في اغنيه كوبي رايتس، انا بعمل ايه؟ انا قلتها لك من اولها، انا اي حاجه ليه. وليه جاب خاتم قد مخبيه في جيبه 100 يوم قبل ما يعترف لها؟ لو انا مثلا بحب حد صعب ان انا استنى 100 يوم. حاسس ان هو حاسس ان فكره الفيديو جت في دماغه قبل ما فكره ان هو يتقدم. لو تحسوا فيديو اتعمل بره مثلا وهو شافه فعجبه قال خلاص ماشي انا هجيب خاتم واقعد اصوره جنب البيست فريند لمده 100 يوم وممكن في الاخر بقى اتقدم لها. يعني اللي هو لو في يوم من المية دول شافته هيقول الكونتنت باظ، مضطر اشوف بيست فريند جديده. هي ازاي كل ده بجد ما خدتش بالها؟ يعني هو حرفيا هنا كان حاطه قدامها. بعدها باسبوع هو واهله طالعين طبعا عشان يتقدموا لها. والله انا صعبان عليا اهله دول، يعني راحوا كم مره يتقدموا؟ حاسس ان ابوه زهق بقى، اللي هو انت تاني. كل مره بيطلعوا السلم بيشيلوا الجاتوه بيشيلوا الورد. الموضوع مرهق بصراحه. يعني انا لما كانوا انا هتكسف اروح اقول لابويا انا عايز اتقدم تاني، اخد بعضي بروح لاهل العروسه لوحدي اقول لهم اهلي ماتوا، بس مش هجيب امي وابويا واطلعهم السلم تاني واشيلهم حاجات تاني كتير يعني. وطبعا طبعا بوكيه الورد بتاع الجولز والاوتنج تنزل طبعا في الشارع تاخد فوتو سيشن عشان البنات تشيره وتكتب احنا اهو. انا عايز اعرف هو مش مكسوف من نفسه ان هو كل مره يعمل نفس الكونتنت بس مع حد مختلف؟ يعني الكونتنت ده اخره يتعمل مره مرتين بس، تلات او اربع مرات مع اربع بنات مختلفين. يعني جرو اب بقى، اعمل حاجه مختلفه. الموضوع بقى ممل وفيك قوي. يعني حسام لما بيجي يحط صور فرحه على الهارد بيعمل لها فايل يسميه ويدنج دوت فاينل فاينل فاينل. رتبنا الكتب كتابنا في اسبوعين. زي ما انتوا عارفين احنا قرينا الفاتحه وحددنا كتب كتاب بعدها باسبوعين. يعني ايه بقى؟ يعني ايه واحده تبقى زي اختي بعديها باسبوعين نبقى متجوزين؟ يعني ايه اسبوعين؟ ليه السرعه دي؟ ازاي اصلا؟ يعني اديتوها واحده مجنونه صايعه جولز قص وتقدمت لها في المركب، ماشي اتقل اتقل شويه يمكن يحصل حاجه، يمكن ما نطلعش جولز، يمكن نطلع صحاب بس عادي. اول حاجه بدانا نشوف ريفرنس على اليوتيوب عشان نتفق على شكل فرح. ريفرنس على اليوتيوب ايه؟ هو انتوا بتعملوا كليب لمروان بابلو؟ بندور دايما على ان كل حاجه تبقى سمبل. قعدنا قعدنا مع الويدنج بلانر وكتبنا معاها كل افكارنا. هو الويدنج بلانر ده بقى هو ده بقى اللي بوظ الحوار، صعبوها انتوا علينا. اخترنا البدله لحسام وخدنا المقاسات، وبعدين بقى رحنا شفنا الفستان، اخترنا الفندق اللي هنلبس فيه ونعمل فيه كتب كتاب. والله يا جدعان كبرتوا الموضوع، انتوا يعني المفروض بيست فريندز واخوات وجولز بقى وبتاع، كنت تعملوا فرحكم في ماكدونالدز وخلاص. اتكلمنا الدي جي وحددنا الاغاني اللي احنا عايزينها واتفقنا معاه ان احنا بس اللي هنقول له يغير الاغاني، وقعدنا كمان مع تيم المصورين ووريناهم الريفرنس، بعدين قعدنا مع الفيديو جرافر وشرحنا له الفرح هيمشي ازاي، وبعدين قعدنا مع الناس اللي هتعمل لنا الجاذرنج ويدنج بلانر وفوتوجرافرز وفيديو جرافرز ودي جي، احنا بس اللي هنقول له يغير الاغاني. يا دوبك كده يعني فرح بسيط. ايه بقى الناس اللي هتعمل لنا الجازرنج دي؟ دي جديده دي مش فاهمها. يعني ايه الناس اللي هتعمل لنا الجازرنج؟ بحس ان الافراح كل فتره بيطلعوا لها بوزيشن جديد. اهم بقى واغلى حاجه واكتر حاجه بجد تعبتنا في الترتيبات دي اننا نلاقي الورد ده بالكميه اللي احنا عايزينها. طبعا اهم حاجه الورد، يعني الورد ده هو اللي صوره هتتاخد وهتنزل جولز وقص ومنشن التالت هيجيب لك البوكيه ده، فلازم طبعا نجيبها كلها طبيعيه باحجام مهوله. كنت مع الميك اب ارتست واتفقنا على اللوك اللي هنعمله. ميك اب ارتست كده في خمسة مشتركين او ستة، كده في ستة مشتركين في الفرح ده. اخر حاجة واحلى حاجة ان احنا استلمنا الفستان والبدلة انا وحسام.
anyways انا مش عايز اساوند ان انا مثلا حاقد او كده. لو الناس معاها فلوس وعايزه تجيب مليون واحد ينظم فرحها تجيب عادي براحتها. بس انا مش فاهم انا كمتفرج يعني استفدت ايه لما عرفت التفاصيل دي كلها. مش عارف ايه الممتع في القصه دي بصراحه. بحس ان هو كونتنت بيلعب على دماغ البنات السنجلز من 17 ل 27 سنه البنات الكلابيب. وطبعا ده بقى الفيرست لوك اول مره اشوفه في حياته يعني مفاجاه طبعا بالنسبه له. وطبعا طبعا مش هننسى التاتش الاخير الحته المجنونه الكابل المجنون. فطبعا بعد الفرح هيروحوا ياكلوا في ماكدونالدز عشان هم مجانين. ملخص كتب كتاب انتيكا ويارا بهنساوي فيديو مدته 25 دقيقه. لا 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 انا ما احبش الملخصات دي. انا عايز الفول ديكومنتري. انا عايز الساعه ونص الكاملين هم بيلبسوا ايه في قرايه الفاتحه. يا عم انت هتستعبط كبرنا بقى الكلام ده بقى يعني نكبر بقى. انا عايز اعرف هو الاحسن ده ما يعرفش يتجوز وهو ساكت. ده انا بنام واحلم بيوم فرحنا وانا وانت في الكوشه وامي دايره عم عازيم بحتين جاتوه سندوتش بسطرمه. وطبعا حاطط صوره من نوعيه اتجوزي اللي يبص لك كده او اتجوز اللي تبص لك كده. بس ما مش هبقى عايز حد يبص لي كده بصراحه. وليه ما ينفعش تعيش عادي من غير ما تتجوز؟ ليه محسسني من ساعه اول علاقه ليك دي ان انت لازم تتجوز مثلا او لازم تلاقي واحده اللي هتريكريت معاها الصور والفيديوز التيك توك الكيوت. ما تعيش عادي يعني يا معلم واتجوز يعني اكيد اتجوز ما حدش قال حاجه. بس مش لازم يعني كل ما تتجوز تعمل كونتنت يعني مش شرط والله مش لازم. دلوقتي هنكتب حسام انتيكا سوشيال ميديا تويتر وفيسبوك ونقرا التويتس اللي عليهم. دلوقتي حسام استيكا ده بقاله 6 سنين يحب واحده شكل ويتقدم لها وبعدين ما نعرفش عنها حاجه وبتختفي وهو بيفضل زي ما هو لا بيكبر ولا وش بيتغير. وبغض النظر عن الحوار ده بس بجد تصرفاته مريبه في كذا اتجاه. كان متفق معايا في فريلانس ساعه وبيكلمني فون نتفاوض على السالري فبدل ما يرد عليا بالموافقه او الرفض بيقول لي عارف مين معاك انتيكا معاك. عارف مين معاك انتيكا معاك. Say my name حسام استيكا. You're goddamn right. حاسس ان انت المفروض توفري العياط ده يعني. حاسس ان انت هتعيطي قدام يعني تاني معرفش. انتشار صوره للبلوجر يارا بهنساوي تقبل يد زوجها المصور المعروف حسام انتيكا. ما رايك في الصوره مقبوله ولا غير مقبوله؟ انا شايف ان هي قله ادب ووقاحه. لو ابوك قال لك الفطار النهارده حسام انتيكا هتضربه بالجزمه ولا هتشيله فوق راسك وتقول له شكرا يابا ربنا يديمها نعمه؟ يا ابني لو شايف نفسك معزز مسعود قول لنا طيب. choose your fighter السنجوب وانتيكا انتيكا والبنت اللي شعرها كلي واحمر انتيكا والبيست فريند ولا انتيكا والبنت اللي اكيد ميس ايجيبت دي اكيد ميس ايجيبت. بصراحه مش حاسس ان الحاجات دي حقيقيه. مش ده شكل السعاده يعني. اكيد ما اتمناش لحد الشر يعني. اتمنى ان الناس تحب بعض وتتجوز وتكون اسر وتبقى مبسوطه. بس مش ده شكل السعاده يعني. مش حاسس ان السعاده شكلها كده. لما بيبقى في اتنين بيحبوا بعض انت بتحسها كده بيبقى باين يعني. بيبقى في جينوين لاف كده مش محتاج يتقلب البق اصلا. مش محتاج نطلع موبايل ونصوره. مش محتاج ان احنا نبروزه بالطريقه الصعبه دي. فانا مش مصدق بصراحه ان ده صح او ان دي علاقه مثلا قويه او ممكن تكمل. واللي بياكد بقى الموضوع اكتر ان نفس الحاجه بتتكرر يعني. نفس الصور بتتكرر نفس الفيديوهات بتتعمل. ما تدخلش نفس الانبوتس وتتوقع اوتبوتس مختلفه يعني. دور على الحب اللي بجد يعني. دور على الحب اللي هيجي لك مره واحده كده من غير ما انت تفكر فيه او تدور عليه او تبقى عايزه اصلا. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى تكونوا بسطتوا واتمنى تعملوا لايك سبسكرايب وشير. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله و باي باي.